من الدوري الممتاز هنروح على القسم الثاني، من دور القسم الثاني طلبت الأندية القسم الثاني اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكورة بإجراء المساحات الطبية لفيروس كورونا. بعد طبعا اللجنة اتأخرت شوية في تحديد ميعاد المسحة ديت، وبالتالي كان اتأخرت كمان الأندية انها تبدأ تدريبها، لان ما يقدرش يعمل تدريبات غير لما يكون في مسحة على، وكمان يعني زي ما بنقول عايزين نهتم كمان بالدوري الدرجة الثانية. الدوري الممتاز اكيد هو اللي عليه العين، لكن كمان دوري الممتاز به ده كمان قاعدة أساسية كمان للكرة المصرية، وبالتالي استئناف الدوري القسم الثاني حددته مسؤولي اللجنة الخماسية، هتقول له يعني طلبوا ان هم يتعاملوا بالمثل، زي ما انت بتدي مساحات للممتاز ألف احنا كمان من حقنا ان احنا ناخد هذه المساحات. وبالتالي طبعا يوم يعني النادي اجرى 5 مساحات الفرق الدوري الممتاز، وبالتالي سيتم التطبيق بالضبط للفرق الدوري الممتاز بنفس المنهج، ان هيتم مساحات على حساب الاتحاد لانديه الدوري القسم الثاني علشان كمان يستعدوا بشكل جيد. احنا عندنا مباريات يوم 20 ان شاء الله. احنا النهارده اتحاد الكوره بيعلن او يمكن اعلن كمان قبل كده يا كابتن هاني استئناف استئناف مباريات دوري الدرجه الثانيه ان شاء الله هيكون يوم 20 أغسطس. ده بالنسبة للمجموعات الثلاثة، وجه بحري، القاهرة، القناة، الصعيد، بداية من يوم 20 الشهر الجاي إن شاء الله، يوم 4 أغسطس تقريبا إن شاء الله. بالظبط المباريات هتبدأ يوم 4. معانا على التليفون الأستاذ محمد الطويلة، طبعا رئيس نادي النجوم، وكان طبعا مشارك السنة اللي فاتت في الدوري الممتاز. عايزين نعرف دلوقتي رأي الأستاذ محمد الطويلة في استئناف طبعا مسابقة الدوري وخاصة القسم الثاني، وإيه المشاكل اللي بتقابل بعض الأندية للاستعداد للانطلاق مسابقة الممتاز به. بنرحب بيك يا فندم أستاذ محمد. يا كابتن هاني، أهلا. إزاي حضرتك، أخبارك إيه؟ الله يخليك، تحياتي ليكم وتحياتي، مبروك على البرنامج. الله يبارك فيك. الله يبارك في حضرتك. ربنا يخليك. بص يعني طبعا أنت عارف الظروف اللي مرت بيها الكورة خلال الفترة اللي فاتت، والتضارب في الآراء ما بين رغبة في العودة للدوري، والناس بتقول إن هي إن هم كان يعني كان من الأحسن إن احنا نبدأ موسم جديد، ولكن قضي الأمر بإن خلاص رجعت المسابقات إن شاء الله تبدأ من بكرة الدوري الممتاز، وأصبح أمر واقع. وبالنسبة للدرجة الثانية احنا المفروض إن تبدأ المساحات كانت من امبارح. لا، ما لغايه دلوقتي ما فيش اي جديده عنها، ما عرفناش الميعاد امتى، لكن احنا متوقع ان شاء الله تكون على البدايه زي ما قلنا تكون يوم 20 الشهر الجاي. 20 سبتمبر؟ سبتمبر بدايه المساحات 20 سبتمبر؟ لا، المساحات بداية المفروض تكون يعني خلاص اليومين الجايين دول، هي كان المفروض لحد الله يوم 4، لان دي مرتبطه يا فندم زي حضرتك عارف بالتدريبات، يعني انت ما تقدرش تعمل تدريبات الا لما تعمل مسحات. ده اللي حصل، ان احنا اجلنا التدريبات لغايه لما نعمل مسحات، و منتظرين يعني مساله طبعا فيها شويه لخبطه، لكن برضه ظروف دخول العيد يمكن يكون هو السبب. هيبان خلال اليومين الجايين ميعاد المسحه، واعتقد ان احنا في الاخر بالكثير يعني ممكن تاجل اسبوع ولا اسبوع ولا اسبوعين اذا كان اقتضى الامر يعني. لا اعتقد الامور هتمشي بشكل سريع يا سام، لان طالما في ميعاد محدد يوم 20 سبتمبر ان شاء الله انطلاق او استكمال مسابقه الممتاز به، اعتقد انه اكيد الاجراءات الاحترازيه هتتم بشكل كبير، زي ما تمت بشكل اكثر من رائع بالنسبه للجنه الخماسيه. عايزين نعرف بقى من حضرتك على الشكل الفني، يعني امالكم ايه، حضرتك فين من الجدول بالظبط، وكمان طموحاتك العوده سريعا تاني للدوري الممتاز، او انت حضرتك عامل لونج بلان تيرم ان انت لا بتخطط لسنتين ثلاثه عشان ترجع تاني للدوري الممتاز؟ لا، ما فيش حد بيقعد يخطط سنتين ثلاثة. ليه؟ ليه يا فندم؟ يعني هو ده يعني كتير بالنسبة لأي نادي عنده إمكانيات وعنده وفرة من اللاعبين، المفروض طموحاته تبقى تتناسب. طب طمنا، يعني أنت السنة الجاية إن شاء الله موجود في الدوري الممتاز؟ لا، هو السنة دي صعب شوية، وإن كان طبعًا حسابيًا كل شيء وارد،
لان حسابيا بالظبط زي موقف الاهلي مع الانديه في الدوري الممتاز، في كوره، في انديه مازال كتير لها امل رغم اتساع الفرق بين الاهلي وبين الانديه دي. فحسابيا احنا لا لسه في امل، لكن امل بعيد الى حد كبير، وفي نفس الوقت برضه في صعوبه في البقاء طبقا للقواعد اللي هي بتنص عليها شروط المسابقه. شروط المسابقه اللي هي الخمس انديه. بص الموسم مليء يعني مش عارف اقول لك مفاجآت، يعني مفاجآت. كرة القدم فيها كلها مفاجآت يعني. لا يعني هو ده عندنا بس. لا في العالم كله، لا كل العالم. صوتك يا فندم مش متفائل، مش عارفه ليه. مفيش سوريا اسام، يعني مفيش في اسام، اسف وسام مش كده؟ نعم سهام مع حضرتك. سهام 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 صالح. يا سام، يعني بص في العالم كله ما فيش حاجه اسمها 12 نادي ينزل بينهم خمسه. يعني حوالي 43% من عدد الانديه مش موجوده في اي حته في العالم. وطبعا هتبقى نتيجه ال هبوط خمس انديه السنه دي. انا بقول من دلوقتي هيجعل المساله صعبه جدا 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 في اداره هذه المسابقه، وهتتعرض لكثير من المشاكل ان لم يتدارك الموقف من الان اللجنه الخماسيه. يعني نسبه 43% من الانديه هتهبط، وفي سنه استثنائيه فيها الكثير من المشاكل، فيها طبعا بالاضافه للتوقف لحوالي 150 يوم في يعني انا عارف فني فاهم، وكمان انا يمكن كان ليا يعني متابع حضرتك بشكل كبير جدا، وعارف ان خلينا نتكلم ان ممكن المنظومه كلها نتكلم، ما بنتكلمش على دوري ممتاز او ممتاز به او درجه ثالثه، خلينا نتكلم ان الملف دوت ملف كبير جدا، وان الملف ده محتاج اكيد زي التطور اللي شايفينه في قناه النادي الاهلي والتطور اللي شايفينه على مستوى الدوله كلها، ده ان شاء الله كمان هيبقى لحضرتك لقاء معانا، لان ده ملف ان شاء الله هنفتحه هنا في قناه النادي الاهلي، ان احنا المنظومه كلها تمشي ازاي. حضراتكم وحضرتك طبعا عارف ان هو ده اللي مطلوب فعلا من القنوات الفضائيه الفتره دي. هنناقش ده يا فندم، هنناقش ده المواضيع دي كلها، خاصه ان احنا خلاص شبعنا من الخلافات اللي على القنوات والمشاكل اللي على القنوات. الاهلي قناه الاهلي بدأ بدايه جديده، اتمنى بقيه القنوات كلها تبدأ نفس البدايه، ونبدا نفكر في تصوير كره القدم بشكل افضل بكثير من اللي احنا ماشيين فيه حاليا. يعني ده اللي هتشوفه ان شاء الله في قناه النادي الاهلي. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا.